تمام يا شيخ، أكل البصل والثوم للتداوي، ما حكم الصلاة في المسجد؟ وهل المقصود الجماعة التي ولا الملائكة؟ هو التأذي واضح، قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يتأذون، يتأذى منه بنو آدم، فلما يتأذون لتأذي بني آدم، وبقدر ما يؤذي الإنسان الناس فإن الملائكة تتأذى، كما في حديث الآخر ما لم يؤذي أو يحدث، والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يؤذي أو يحدث، إذن إذا آذى أو أحدث امتنعت الملائكة من الصلاة عليه. أما بالنسبة لأكل الثوم والبصل، الأصل في ذلك المنع، وليس ما يأكل الثوم والبصل إذا أراد يأتي للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شم رائحة الثوم والبصل من الرجل نفاه إلى البقيع، فأمر بترك واجب، فدل ذلك أن هذا الفعل لا يجوز، لأن لا يمكن ترك واجب لأجل مباح، إنما أن الفعل. لكن في حديث عند أبي داود وابن خزيمة سناده قوي، حديث المغيرة بن شعبة أنه أتى ذات يوم إلى المسجد وقد أكل ثوما وبصلا، فشم منه النبي الرائحة، فسأل عن ذلك، قال اقسمت عليك يا رسول الله ان تضع يدك في صدري، فادخل يده في جيبه، فقال اني اشتكي، فقال لا، اذن يعني ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعلم انه اذا كان يفعل ذلك لاجل مرض لا لاجل شهوه انه ما يمتنع من ذلك عن الصلاه في المسجد ولا يمنع، لحديث المغيره وسنده قوي في الحقيقه عند ابي داود وابن خزيمه، يحتج بهذا الحديث انه للحاجه ما يمنع عن حضور الجمع ولا الجماعات ولا حضور المساجد، إنما يمنع الذي يفعل ذلك لأجل شهوة بطنه.